حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات. أستاذ راسم، مرحبا بكم. يعني بداية، لماذا كل هذه المجازر واستهداف المدنيين النازحين بعد الطلب منهم التوجه إلى خان يونس قبل استهدافهم؟ ما كل هذه المجازر؟ ما الغاية والهدف من وراء كل ذلك؟ نعم، أولا دعني أقول بأن سياسة ارتكاب المجازر هي ليست دخيلة على حكومة الاحتلال أو على دولة الاحتلال، هي نهج هو متأصل في هذه الدولة فمنذ عام 1948 وحتى قبل، والمجازر سمة عامة عند هذه الدولة ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني. أما فيما يتعلق في منزلة المواصي، فأعتقد بأن نتنياهو كلما اقترب موعد للاتفاق حول صفقة لتبادل الأسرى يقوم بعمل عسكري من أجل إفشال هذه الصفقة. في 6 أيار الماضي كان هناك مقترح مصري قطري وافق عليه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، وذهب نتنياهو إلى رفضه والذهاب إلى معركة رفح لتحقيق ما يسمى بالانتصار الساحق وإعادة أسرى بدون التفاوض مع المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن الضغط العسكري سيلين شروط حماس والمقاومة الفلسطينية ويجبرها على إعادة الأسرى الإسرائيليين. في هذه المرة والحديث عن المفاوضات صفقة تبادل الأسرى، كان نتنياهو يناور ويمارس الكثير من الخداع، ورغم الضغوط الداخلية والخارجية عليه سواء من أهالي الأسرى أو المعارضة الإسرائيلية أو من الحكومة الأمريكية وغيرها وحتى المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، كانت تريد إتمام الصفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وحتى لو كان ثمن ذلك بقاء حركة حماس في السلطة، وهذا ما أيضا ما عبر عنه بلينكين اليهودي وزير الخارجية الأمريكي. وجدنا أن نتنياهو ذهب إلى مجزرة المواصي متذرعا بوجود قادة لحركة حماس، منهم القائد العام كتاب عز الدين القسام محمد ضيف، بالإضافة إلى قائد لواء انصراف رافع سلامه. أنا أعتقد جازما أن المسألة ليست متعلقة لا بالضيف ولا بسلام، المسألة أن نتنياهو يريد أن يفشل صفقة تبادل الأسرى، لا يريد نتنياهو النزول على الشجرة، لأن النزول على الشجرة يعني أن هناك أزمات عميقة تعيشها دولة الاحتلال. بن غفير وسموتريتش يمسكان بعنق قراره السياسي ويهددانه بفرط الحكومة من داخلها إذا ما أوقف النار والعملية العسكرية باتجاه قطاع غزة. الوضع الداخلي مع اليهود الحريدين، شاس ويهودية التوراة بعد قرار تجنيد اليهود الحريدين من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية هو ليس بالسوي، وأيضا هناك مشاكل باتجاه ربما تفرط الحكومة الإسرائيلية ويذهب وتجري الذهاب إلى انتخابات تبكيرية سادسة، وهذه الانتخابات التبكيرية السادسة هي ربما تطيح بحكومة نتنياهو، وإطاحة بحكومة نتنياهو ليس بالتهم المنظورة ضد أمام قضايا الاحتلال الرشوة وسوء الائتمان وخيانة الأمانة، بل تحميل مسؤولية الفشل الأمني والاستخباري في 7 أكتوبر والهزيمة الكبرى. فهذا قضية جوهرية بالنسبة لنتنياهو، نتنياهو يغلب مصالحه السياسية والشخصية على ما يسمى بالمصالح القومية لدولة الاحتلال، ولذلك ارتكب هذه المجزرة لدفع حركة المقاومة الإسلامية وحماس بالإضافة لقوى المقاومة إلى إغلاق ملف قضية التفاوض حول تبادل الأسرى في هذا الاتجاه، وبالتالي هو بارع في التضليل والخداع ليقول بأننا نحن نوافق على صفقة تبادل الأسرى، ولكن حركة حماس والمقاومة ترفض هذه الصفقة، رغم أن المصريين قالوا بأن الوفد الإسرائيلي ونتنياهو هم لم يلتزموا بمقترح بايدن في هذا الاتجاه، وفي كل مرة يأتوا في مطالب جديدة ولا يطرحون مطالب ولا يتصرفون بشكل جدي فيما يتعلق بالمفاوضات. ولذلك هو أراد ثلاثة قضايا. القضية الأولى هو في عملية الاغتيال، لو نجحت عملية الاغتيال كما يقول هو سيذهب إلى الكونغرس الأمريكي كالطاووس مزهوا بأنه استطاع أن يحقق إنجاز باغتيال القائد الرجل الثاني في حركة حماس محمد ضيف. وفي القضية الأخرى نتنياهو يدرك تماما أن
أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع الضغط عليه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، ولذلك هو سيلقي خطابه في الكونغرس ليشيد بصديقه ترامب ويهاجم بايدن على عدم تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة بدون شروط في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى فك العلاقة ما بين المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية، وهو يدرك تماما بأن فك هذه العلاقة خلال 10 شهور لم يتحقق، لأن المقاومة والحاضنة الشعبية ملتحمتان في طيب قطاع أستاذ غزة في راسل، هذا الاتجاه. هناك نعم. تصريح للمدعي السابق للجنائية الدولية يقول إن مجزرة المواصي تمثل جريمة حرب واضحة، ماذا سيغير يعني هذا التصريح على أرض الواقع، ولماذا السكوت والصمت على كل هذه المجازر التي تجري على سكان مدينة غزة؟ يا سيدي، يعني سأقول لك بشكل مختصر، لو كانوا الفلسطينيين أكران عيونهم زرقاء وبشرتهم بيضاء وشعرهم أشقر لربما هبت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغرب الاستعماري لدعم وإسناد الفلسطينيين ووقف المجازر بحقهم. الأمريكان والأوروبيين قالوا أن هناك اشتباه بأن الروس قد قصفوا مستشفى للأطفال، فلذلك دعوا إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي لمعاقبة روسيا واتخاذ قرارات وعقوبات بحق روسيا. وأكثر من ثلثي بل 80% من مستشفيات غزة أخرجت ومراكزها الطبية عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وارتكبت المجزرة تلو المجزرة ولم تتحرك لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا هولندا ولا الأرجنتين ولا بقية دول الغرب الاستعماري. هذا النفاق الغربي وازدواجية المعايير والدعم الأمريكي اللامحدود، نحن ندرك جيدا أنهم لن ينتصروا إلا لأبناء جبلتهم، لن ينتصروا إلى الشعب الفلسطيني. محكمة الجنايات الدولية يا سيدي كريم خان هو أقرب إليهم، وعندما وساوى بين الجلاد والضحيه وقال بانه سيصدر مذكره اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه جالنت، بالاضافه الى مجموعه من قاده المقاومه الفلسطينيين في مقدمه السنوار والضيف، وجدنا ان الحكومه الامريكيه قامت ولم تقعد، ووجدنا ان هناك تهديدات امريكيه لمحكمه الجنايات الدوليه ولرئيس محكمه الجنايات الدوليه، ومايك جونسون العضو الجمهوري قال بانه يجب فرض عقوبات على محكمه الجنايات الدوليه، وامريكا من خلال اللجنه التوجيهيه في الكونغرس قالت نعم يجب معاقبه رئيس محكمه الجنايات بالقضايا الماليه والقضايا الشخصيه، وبالإضافة إلى تدخل بريطانيا، وقالت بريطانيا أنها تدخلت لدى المحكمة الجنايات الدولية نعم. ورئيس محكمة الجنايات لعدم اتخاذ قرار باعتقال نتنياهو وجالنت في هذا الاتجاه. ولذلك هذه المؤسسات الدولية، العدل الدولية والجنايات الدولية والمجلس الأمن، تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الغرب الاستعماري، بدلالة أن الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي قالت بشكل واضح لرئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان: عليك أن تدرك أن هذه المحكمة هي وجدت من أجل محاكمة الأفارقة والعرب والرؤساء البلطجيين أمثال الرئيس الروسي بوتين، وليس لمحاكمة الأمريكا والغرب وأصدقائهم، والمقصود بأصدقائهم إسرائيل وأوكرانيا وغيرها في هذا الاتجاه. ولذلك هذا دولة توفر الحماية القانونية والسياسية في المؤسسات الدولية، وتزود إسرائيل بالمال والسلاح، القنابل التي قصف بها النازحين في المواصي بالأمس يا سيدي 8 قنابل MK-84 وزن كل قنبلة 1000 رطل، بما وهذه قنابل أمريكية دقيقة وتستخدم في تدمير مربعات سكنية كاملة، بالإضافة إلى مسح كامل للبنايات. ومن هذا المنطلق عندما نتحدث القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعدالة والحرية، هذا كله سقط في قطاع غزة على بوابات قطاع غزة. مجازر ترتكب أكثر من 130 ألف شهيد وجريح ومفقود،
وهذا لم تحرك ساكنا لا عند صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في دول الغرب الاستعماري، بل الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تمارس حق النقد الفيتو، أي دعوة تقول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 3 مرات اتخذوا مثل هذا القرار، ومرة الرابعة حتى بالرئاسة تقدمت في الجزائر أفشلوا في هذا الاتجاه ومنعوا صدوره، وحتى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة اتخذوا حق نقد الفيتو في هذا الاتجاه. ولذلك صاحبة مشروع هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يقود أمنيا وعسكريا هي الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل أداة تنفيذية. ولا يغرنا ما يقوله الأمريكان في هذا الاتجاه، هناك مسافة واسعة ما بين القول وما بين الفعل في هذا الاتجاه، يتحدثون بلغة وعلى أرض الواقع يقدمون كل أشكال الدعم العسكري والمالي والسياسي لدولة الاحتلال، ويوفرون لها الحماية القانونية والسياسية في المؤسسات الدولية. أستاذ راسم، بعد هذه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل وحشي، كيف تتوقع مصير المحادثات بين حركة حماس وقوات الاحتلال؟ يا سيدي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و رئيس الحية بالإضافة إلى خليل الحية بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي السيد إسماعيل هنية، قالوا بشكل واضح بأن هذا الملف على المدى القصير، وتم إغلاق هذا الملف بسبب أن هناك المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن أن يكون هناك تفاوض والحديث عن صفقة تبادل الأسرى في ظل ما يجري وما يقوم به الاحتلال من جرائم وتدمير ممنهج لقطاع غزة. المجزرة تلو المجزرة، مجزرة المواصي والمسجد الأبيض ومسجد والجريمة الأخرى التي ارتكبت اليوم في جريمة عربيان، بالإضافة إلى هذه الجرائم هي تتواصل وتستمر، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحديث عن صفقة تبادل أسرى في ظل ما يجري من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل وتدمير وتجويع في قطاع غزة. وأعتقد بأن نتنياهو في هذا الاتجاه هو يريد أن يطيل أمد المفاوضات، يريد الذهاب إلى الكونغرس الأمريكي، ويريد بعد عودته في فترة في العطلة الشتوية للكنيسة إقالة أو طرد جالانت من الحكومة، لأن يعتبر جالانت هو الذي يريد أن يسقط الحكومة من داخلها نتيجة مواقفه، سواء فيما يتعلق بتعديل التشريعات القضائية أو صفقة تبادل الأسرى أو حتى قضية تجنيد اليهود الحريتيم. ولذلك هو سيعتقد بأن في فترة أن تكون الكنيسة في عطلتها الشتوية سيكون صخب سياسي أقل، وبالتالي سيتخلص من جلان، وربما يأتي بجدعان ساجر الذي خرج من رحم الليكود وشكل حزب أمل جديد، أو ربما يكون وزير الزراعة الإسرائيلي أبي ديختر هو بديل جالانت في هذا الاتجاه، حتى يستمر نتنياهو في استقرار حكومته ضامنا فوز الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات، وهو ما يمكنه من أن يستمر في الحكم في دولة الاحتلال وينفذ جنوحه الإقليمي نحو توسيع دائرة الحرب. عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات، شكرا جزيلا لكم.